طيب اللي بعده ده بقى كمان جزء مهم جدا، النادي الاهلي، لان الجمهور الفتره الحاليه انا عارف في معلومات كتير بتتقال بتبقى غلط، وفي كلام بيبقى الاهداف شخصيه. هتكلم معاك بخصوص النادي الاهلي في موضوعين. اول حاجه في ناحيه المعلومات والكواليس عشان الناس تبقى عارفه برضو الفتره الجايه ماشيه ازاي. انا في الانترو طرحت فكره ان الفتره الحاليه الناس بتتكلم في صفقات وانتقالات وعقود ومش عقود، والقصه اصلا اكيد ممكن فيها ملفات بتتناقش بشكل مختلف. المعلومات اللي عندك وتقييمك ورصدك للاحداث دي الفتره الاخيره شايفها ازاي؟ طيب، على الرغم ان تبدو الامور ان الدنيا مريحه خالص وان ما فيش شغل، لا ده في شغل داخل النادي الاهلي في كل الالعاب، في كل الالعاب وفي كل المجالات. خلينا نبدا بكره القدم اللي بتشغل الناس كلها وفريق الكوره في النادي الاهلي. طبعا احنا متابعين وبنتابع على السوشيال ميديا اللعيبه بتتدرب ازاي. اللعيبه ما بتتدربش كده في مع نفسها، اللعيبه محطوط لها برنامج بتتدرب ازاي في البيت، بتشتغل ازاي، الجهاز الفني بيتابع معاهم، بيبعتوا مع بعض الشغل عامل ازاي. على الجانب الاداري من يومين كان في جلسه مهمه يعني بين الكابتن محمود الخطيب وبين الكابتن مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وفايلر، والجلسه دي كانت مهمه لعده اسباب. دي الكابتن بيكمل فيها كلامه مع ريني فايلر على استمراره في النادي الاهلي، ووفقا لرؤيتي انا من اللي انا شايفه و ان الكابتن محمود بيحاول يعمل استقرار بشكل كبير واستقرار طويل شويه، ان الناس فاكره ان فايلر قد يكون موجود سنه. انا بقول لك لو التجديد ان شاء الله اللي هو قرب خلاص اتفق عليه هيبقى مش سنه واحده، هيبقى اكتر من سنه، يعني ممكن يكون سنتين. وطبعا الكلام لاستكمال السنه الثانيه، لكن انا وجهه نظري شايف لسياسه النادي واستاذ الكابتن محمود ومجلس اداره اللي هو عايز الدنيا يبقى فيها استقرار، عايز الدنيا تبقى ستيبل، عايز الدنيا تبقى ماشيه بشكل معين، هيبقى ماشيين في هذه القصه. وتطرق الحديث للتدعيمات في الفترة الجاية والفرقة هتعمل معاها ايه. طبعا الفرقة معمولة البرنامج التدريبي ووفقا لظروف وقرارات مجلس الوزراء والدولة. في حالة ان هيبقى في لعيبة هتنزل تتمرن زي بايرن ميونخ واوا، الاندية الكبيرة زي الاهلي قادرة على الكلام ده وعاملة خطتها مسبقة وعاملة كل حاجة هتعمل ايه، واللعيبة تيجي مجموعات والدنيا هتمشي بشكل معين. طيب فايلر